لتفاصيل أكثر نعرفها من خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية في مارسيليا. مرحبا بك خالد. بداية، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فرنسا فيها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتصاد. كان هناك أيضا انتقاد فيما يتعلق بأسعار الغاز الذي تبيعه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بأسعار مضاعفة. هل تتسع الفجوة بين ضفتي الأطلسي فيما يتعلق بالملفات التجارية والصناعية خالد؟ نعم دينا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين، مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. هذا التصريح الجديد لبرونو لومير يؤكد على أن المصالح متضاربة ما بين القارة العجوز والولايات المتحدة الأمريكية. من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر حليف لها هي القارة العجوز يكون هناك تعاملا اقتصاديا، والسياسة هي سياسة مصالح. وعندما تتعارض السياسة الأوروبية مع السياسة الأمريكية، هذا سيفقد أوروبا قوتها التنافسية والشركات الأوروبية. وهذا ما دفع برونو لومير لانتقاد الشركات الأمريكية التي يعني تقدم مساعدات، أو الحكومة الفرنسية تقدم الأمريكية عفوا تقدم مساعدات 4 إلى 10 أضعاف ما تقدمه المفوضية الأوروبية لشركاتها، وهذا يمنع القدرة التنافسية أو التساوي مع الشركات الأمريكية، وهي نوع من أنواع المغازلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض من الشركات الدولية التي تحاول أن تستثمر في القارة العجوز. عندما تجد أن قطاع الطاقة أو أسعار الكهرباء والغاز هي 4 أضعاف أو 10 أضعاف ما تدفعه الشركات، أو من المتوقع أن تدفعه الشركات في أوروبا، هذا سيدفع بصورة كبيرة جدا الشركات لعدم الاستثمار داخل السوق الأوروبية. ولهذا يعني وجه برونو لومير الدعوة بأهمية الوقوف صفا واحدا أمام هذا القرار، أو أمام الشركات الأمريكية، أو أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قلت وكما أشرت، كان هناك أيضا انتقادات سابقة لبعض من الوزراء وعلى رأسهم برونو لومير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج بتتغالى في يعني أسعار الغاز المقدمة إلى الدول الاتحاد الأوروبي. طيب خالد، والحال هكذا، ما هي خطة المواجهة لدى فرنسا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأمريكية؟ هل ستكون خطة فردية، يعني فرنسا ستقوم بالرد كفرنسا، أم ستكون الخطة جماعية أكثر من ورائها الاتحاد الأوروبي؟ خطاب وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير ولقاءه على قناة بي اف ام تي في الفرنسية اليوم، هو دعا الأوروبيين ودعا الدول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر قوة أمام هذه القرارات الأمريكية. فرنسا لا تريد أن تكون منفردة أو يعني في هذا الأمر، وتريد حلا على يعني موحدا للقارة العجوز وسط بدت بعض من الانقسامات ما بين مثلا فرنسا وألمانيا في الفترة الأخيرة. ولكن هذه القضية تعرض أمن أوروبا للخطر، وأمن الصناعي الأوروبي للخطر، والاستثمار داخل القارة العجوز للخطر. ولهذا دق ناقوس الخطر اليوم برونو لومير، ومن المنتظر دينا أن يستقبل الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك أو في واشنطن في بداية الشهر القادم. ومن المنتظر أيضا بحث هذه الأمور المتعلقة بعملية المنافسة الغير عادلة، والتي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت التي تدفع في أوروبا ثمن غاليا، ارتفاع أسعار كبيرة جدا في كل مكان، التضخم، وإغلاق بعض من الشركات الفرنسية ولو مؤقتا حتى إبريل القادم، منها شركات الزجاج، في موقف صعب للغاية يمر به الاقتصاد الفرنسي والاقتصادات الأوروبية الحقيقة دينا. شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مارسيليا.